صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. ساويرس يطرح الحل الفوري لوقف الحرب على غزة. طرح المهندس نجيب ساويرس حل فوري للحرب في غزة بين حركة حماس وإسرائيل. ورد ساويرس على متابع طرح سؤال على منصة إكس: الحل الفوري الوحيد لهذه الحرب الإنسانية أو اللا إنسانية عفوا الحالية هو الوقف الفوري على النار، مع مفاوضات موازية لإطلاق سراح الرهائن والسجناء، ممر إغاثة إنساني لمواطني غزة، الاتفاق على مستقبل غزة، البدء بالتفاوض وحول حل الدولتين على أساس اتفاقيات طابة. ليرد عليه ساويرس قائلا: وقف إطلاق النار. منى رمان عن استشهاد الطيار أنطونيوس حبيب: مصدر سيادي نفى استهداف الطائرة وإنما سقطت نتيجة عطل فني. علقت الإعلامية منى رمان على استشهاد وراء الطيار أنطونيوس عبد الله حبيب من مركز مغاغة. وقالت رمان خلال تقديم برنامج وراء الأحداث: بعض صفحات التواصل تحدثت عن استشهاده ومجندين آخرين بعد استهداف طائرتهم من قبل قوات الدعم السريع في السودان، مضيفا وان مصدر سيادي نفى الانباء التي تتردد عن استهداف قوات الدعم السريع بالسودان للطائره، موضحا ان قوات الدعم السريع لا تمتلك اسلحه دفاع جوي. وتابعت الجثمان وصل تم دفنه بمغاغه، مما يؤكد عدم ضرب الطائره، والطائره كانت باحد الطلعات التدريبيه بمصر وسقطت نتيجه عطل فني، رحمه الله وجعله من ضمن الشهداء دائما. الآن بأغاسون ينعي الرائد طيار أنطونيوس عبد الله حبيب شهيد الوطن، ويتقدم بشكر لقيادات القوات الجوية المصرية. تنعي مطرانية مغاغة والعدوى انتقال الرائد الشهيد أنطونيوس عبد الله حبيب. وقال الآن بأغاسون أسقف مغاغة والعدوى بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الآباء الوكلاء وسكرتارية المطرانية ومجمع الآباء الكهنة وجميع شعب الإبراشيدي، أتقدم بخالص التعزيات القلبية لأبنائنا أسرة وعائلة الرائد الشهيد الطيار أنطونيوس عبد الله حبيب، الذي انتقل من عالمنا الفاني إلى عالم البقاء يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023. كما أنني أتقدم بخالص التعزيات القلبية وجزيل الشكر لقيادات القوات الجوية المصرية، وذلك على تقديم وقف العزاء في حضور الصلاة على الجثمان بالقدرائية المرقسية بالعباسية، طالبين لروح ابننا شهيد الوطن الراحة في فردوس النعيم. حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل شر ومكروه. أحبائي وأعزائي، أشكركم على محبتكم، وإن شاء الله ربنا يجعل مصر للخير دايما وللصالح دايما، وما تنسوش دايما تعليقاتكم واشتراكاتكم الجميلة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ومنكم كل الخير والسعادة. يا رب يكون يوم سعيد. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. الجمعة 10 نوفمبر 2023، 30 باب. اليوم 30 من الشهر المبارك باب، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم من ربي يا أبائي وإخواتي أمين. في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس الباتون ماري مرقس الإنجيلي كروز الديار المصرية وزهور رأسه المقدس بمدينة الإسكندرية، صلاة تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم تنيح الأب العظيم في القديسين العابد المجاهد إبراهيم المتوحد. كان هذا الأب من مدينة منعوف ابنا لأبوين مسيحيين من ذو الثراء الأغنياء يعني، فلما كبر اشتاق إلى الرهبنة فقصد أخميم، ومن هناك وصل إلى القديس بخوميوس حيث ألبسه ثياب الرهبنة فأدنى جسده به النسك والعبادة، وأقام عنده 23 عاما. ثم رغب في الوحدة في بعض المغارات وسمح له القديس بخوميوس بذلك، وكان يصنع شباكا لصيد السمك، وكان أحد العلمانيين يأتي إليه ويأخذ عمل يديه ويبيع ويشتري له فولا ويتصدق عنه بالباقي، وأقام على هذا الحال 16 عاما. كانت أمنيته في كل يوم منها عند المساء ربع قطح فول مبلول مملح، ولأن اللباس الذي كان قد خرج به من الدير قد تهرأ فإنه ستر جسده بقطع من الخيش، وكان يقصد الدير في كل سنتين أو ثلاثة لتناول الأسرار المقدسة. وقد حورب كثيرا من الشياطين في أول سكنه هذا المغارة، حيث كان يزعجونه بأصوات غريبة ويفزعونه بخيالات مخيفة، فكان يقوى عليهم ويطردهم. ولما دنت وفاته أرسل الأخ العلماني الذي كان يخدم إلى الدير
يستدعي الأب تدرس تلميذه القديس لقمس، فلما حضر إليه ضرب له مطنية وسأل أن يذكره بصلاته، ثم قام وصلى هو والقديس تدرس، ثم ركض متجها إلى الشرق وأسلم روحه الطاهرة. ولما أرسل القديس تدرس الخبر إلى الدير، حضر الرهبان وحملوه إلى هناك، ثم صلوا جمعهم عليه وتباركوا منه. صلاته تكون معنا ربنا المجد الدائم آمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لا تنسوا اشتراككم في القناة وقناة الملك والأمير.